طول خالص. هذه فوتو ماشي فيديو مرافقة هي مبثقة من البحث العلمي يعني في حقيقة الأمر بالشراكة مع أول نشاط بدأ به الإنسان هو الزراعة 1000 هكتار وقد أبير إنتاج ولاية خلال الموسم الماضي بحوالي 4.8 10% 10 درجات. اليوم الدراسي المعنون بنخلة موروث ثقافي ومورد اقتصادي مستدام هو فرصة للاحتفال باليوم العربي للنخيل، ويهدف هذا اليوم لإبراز الأهمية الاقتصادية والثقافية للنخلة ودورها في إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق مناصب شغل، كما سيتم التطرق إلى الأهمية البيئية للنخلة ودورها في الحفاظ على النظام الواحاتي، وكذا تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه زراعة النخيل في بلادنا مثل التغيرات المناخية ومختلف الآفات، وسيكون هذا اليوم فرصة لاختراع أهم الحلول الناجعة للحفاظ على هذا الموروث.